لكم الزحمه اللي كان لكم المحلات في وسط السوق. طبعا بيلاقوا محلات عصاير، محلات كشري، الكشري الحسين. المكان جميل والجو حلو قوي النهارده، الجو جميل جدا. مصر عامه جو حلو قوي، واظن ان الناس حلوين قوي قوي قوي. كل انواع الادوات الكهربائيه بكل مستويات، كل حاجه ممكن بتلاقيها بتتباع في هذا السوق. عايز اجرب بقى وانت ماشيه بتصورينها كده. عايز اجرب، عندي جرب ايه؟ هنا بيصلحوا بعض الادوات الكهربائيه. مش هتركبها؟ شنط السوق وتسكيبات، كل ما ممكن تحبوا ان انتوا تشتروه ان شاء الله هتلاقوه هنا. يعني هو ده سوق العتبة. في بومبار كمان، انا بحب البومبار بس لازم اعمله في بيتي عشان ما اعرفش اكله من بره، مع ان بره ممكن يكون حلو بره بس انا باكله في بيتي. الأذان بيأذن، أذان العشاء. هحاول أمد شوية عشان ألحق أصلي في سيدنا الحسين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.